الأخير لبشار الأسد. في الشأن اللبناني، حل رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان ضيفا في دير سيدة البلمند مهنئا البطريرك يوحنا العاشر. الرئيس سليمان أكد بعد توقيعه سجل الدير أنه متمسك بالدعوة إلى الحوار، والانتخابات ستجرى في موعدها الدستوري، ولا يجب أن يدفع لبنان ثمن ديمقراطية الآخرين. في الأثناء، من المتوقع أن يلتقي وإطلاق عمل اللجنة الخاصة بقانون الانتخاب. البداية من تظاهرات المعارضة السورية، وينضم إلينا من القاهرة مراسلنا هشام مهران. بل الشارع المصري من جديد، يعني بالطبع هذا احتمال.